طبعا طريقة التخفيف عندنا بنقسم مساحة العبوة على 6. هنا عندنا 3 لتر، شايفينها 3 لتر، لما هكسبهم على 6 هيدوني نص لتر. هبدأ بواحدة وادي التانية، حطهم في العبوة بتاعتنا وبعدين هنقلب. كده يبقى عندك البوية جاهزة. طبعا رقم اللون زي ما انتم شايفين جي 3 أصفار 8، مش عارف مظبوط الصورة ولا مقلوبة عندكم. ده طبعا بتاع الجزيرة، هوريكم برضو الوقت بتاع جوتن والجزيرة اللي بتختاروا.